بيسعدنا انه تكون معنا رؤى يعقوب اختصاصية التغذية. ممارسيني سعد صباحك واهلا وسهلا فيك رؤى. صباح الخير. صباح النور يا هلا. يعني كل حدا عنده طموح ما بنخاف عليه، يعني قلتي بالبداية انه لما تخرجتي بواب الدنيا حتنفتح لك، بس دائما لما بيكون في طموح وشيء مختلف يمكن بيميز الشخص اكيد رح يوصل للي وصلتي له اليوم. رؤى، فكرة التعديل او انه تعملي شيء يمكن قريب للناس، هذا الشيء كان موجود قبل ما تبدي تدرسي اختصاصية التغذية ولا لا؟ من خلال يمكن لقاءاتك مع الناس وتخوفهم من انهم يمشوا على روتين معين بالغذاء خلاكي تطلعي بهي الفكرة؟ لا، من خلال يعني بعد ما حطيت بالعمل هذا الشيء طلع معي، لانه اذا بدي امشي على الشيء اللي متعلمينه بالجامعة هو 3 وجبات وثلاث سناك بيناتهم خالصين. فالموضوع بعد ما حكيت مع الناس وشفت انه مثلا انا ما عم بعطيهم النظام اللي انا شفته بالجامعه، هذا هن عم يطبقوه شهر بعدين رح يملوا ويضيق خلقهم يرجعوا لنظامهم القديم طبعا، وال10 كيلو اللي نزلهم رح يصيروا 20 كيلو يسوي. فانه قد ما كان النظام هو مناسب مع نمط حياته دون ما اغير كثير فيه، قد ما كان هذا الشيء يعني بصير مستمر اكثر لقدام بيعطي نتيجة منيحة، انه هو بيجي شهر بيتعلم بعدين خلاص هو بيكتب نظامه لحاله. فيك تعطينا امثلة مثلا؟ يعني لنقول مثلا شيء بيشبه طعامنا او اكلنا السوري، كيف ممكن مثلا نعمل كمثال بسيط؟ الملوخية هي اكلة فيها الياف وكثير مفيدة، بس بيطبخوها بطريقة انه كل شوي بيزيدوا لها سمنة، هذا الشيء بيحولها لقنبلة من السعرات الحرارية. صحيح. فانا بقول لهم انه بدل ما نضل عم نحط سمنة وانتم ما عارفين ليش عم تحطوا سمنة، لانه ماما علمت يحط سمنة بهيدي الطريقة، ما كثير حيأثر على الطعم. بنحط سمنة بس بكمية قليلة، بحيث انه مثلا بدي اقلل كزبرة وثوم بقليها بكمية زيت كثير قليل، بعدين بحط الكزبرة وثوم بخفي الزيت منه، هيك بنكون خففنا سعرات بكمية كثير عالية وكان الاكل اللي بنحبه وما كثير بيغير الطعم. تماما. طيب هون انت ما اصطدمتي مع الامهات رؤى؟ يعني ما قالوا لك انه انت بدك تغيرين ثقافتنا ونمط الاكل تبعنا؟ طبعا كان اول شيء كثير صعب، بس لما بيكون في حدا تحاليل وما انا مزبوطه ما عنده خيار ثاني، هو يا اما بده يسمع حكي بهذا الموضوع يا اما بده يروح على الدايت المعتاد يلي هو صدر دجاج مسلوق، فانه بيسايروني اسهل من الشيء الثاني. شو الثقافه الغذائيه اللي عم تحاولي تنشريها خاصه على السوشيال ميديا؟ أكثر شيء عم حاول أنشره هو أنه الناس تفهم العلوم شو هي، عم حاول بسط العلوم بحيث أنه هو لما بيشوف فيديو قدامه يعرف أنه هذا خرافة أو لا. يعني مثلا أكيد سمعانين عن موضوع أنه إذا شربت على الريق مي سخنة وفوقها ليمونة حامضة هي رح تحرق لك الدهون. تمام. هذا الكلام ما مبني على شيء علمي، فأنا بشرح كيف الميكانيزم يلي بيشتغل فيه الجسم بحرق الدهون، فانت وقت تستوعب انه انا جسمي هيك بيتعامل فشو عم بعمل فيه انا، بصير الموضوع انه بتعرف تقيم الشيء اللي قدامك هو مبني على اساس علمي ولا حدا بده يجيب مشاهدات. طب كيف الجسم بيحرق الدهون؟ اعطينا امثله. بدك تعطيه سعرات حراريه اقل من احتياجه، بحيث انه هيدي الطاقه اللي نقصت، يعني عم حاول بسطه باكثر ما يمكن، هيدي الطاقه اللي نقصت ياخذها من الدهون يحولها لطاقه، هي هي. يعني انت بدك تعمل عجز سعرات، ما في عجز سعرات في نزول وزن، في سعرات حراريه زياده عن احتياجك، يعني لو تاخذ كيلو ليمون الصبح على الريق اي كيلو ليمون ما حتعمل شيء، حتى هي نفسها فيها سعرات زياده عن احتياجك حتكون وقتها. اكيد. وكل حدا بصير طبيب نفسه بالايام، لانه دائما انت بتصيري بتفهمي جسمك شو بيعتاز وشو ما بيعتاز. صحيح. موضوع كتير شخصي. بتلعبي على هذا الدور اليوم بانه رؤى انه كل شخص خلص تعدي معه يمكن جلسات مطولة، أكثر شيء يمكن بيحبه تمشي معه بهذا الموضوع، ما يغير كل ثقافته بشكل عام يعني بموضوع الطعام؟ يعني بحاول يكون موضوع الشكل بحيث أنه مثلا أنت شو وجبتك، كيف هي وجباتك باليوم، دون ما أغيرهم بحاول أكتب النظام على أساس هذا الشيء، دون ما أفرض عليه أنا نظام. يعني مثلا هلأ الشغلة المنتشرة جارتها بتكون عملت ريجيم، كان هذا الريجيم مناسب إلها وتبلش توزعه على الجميع، بس إنه هذا الشيء يمشي معك ما يعني رح يمشي مع حدا تاني. فهذا كثير بيأثر، إنه الموضوع شخصي جدا. بالشيء اللي مشيتي رؤى واجهتي تحديات ولا لا؟ بالعكس كان في قبول كثير من العالم ومن الناس وتماشوا بهذا الموضوع وحبوه أكثر، واليوم صار في يمكن زخم من المتابعين والمراجعين لإلك؟ هلا الحمد لله في قبول، بالذات مثلا اذا شخص كان مجرب رايح عند حدا ثاني وشايف انه حربان كثير،
فبحس انه في شيء مميز، بس ممكن بعض الاشخاص مثلا اول تجربه كانت معي فما يستوعبوا كثير الموضوع، يعني الموضوع كثير شخصي مثل اي مهنه، يعني ناس بتتقبلك كثير ناس عندها بدها تنقد تلاقي شيء تنقده. طيب الحمد لله القبول اكثر من عدم القبول. حلو، من هاي النقطه خلينا نحكي شوي عن التعديل على الطبخات العربيه اللي عملتي. مثلا وجبه الفطور اللي هو الفطور السوري العادي، شو شلتي منها، شو اضفتي لها، شو الكميات؟ اهم شيء مو رغيف ورا رغيف. ايوه يعني الكميات كثير، يعني الموضوع كثير شخصي حسب يعني كل حدا واحتياجه شيء. بس فينا مثلا الجبنه الدسمه كثير مخففه، نستخدم جبنه خفيفه الدسم هيك نكون ما حرمنا حالنا بس بنفس الوقت لقينا حل بالنص. الخبز الحبه الكامله الالياف بدل الخبز الابيض، هذول الشغلات التغييرات كثير بسيطه بس بتعمل فرق مع الواحد على المدى الطويل. مثلا في ناس بتشرب عصائر مع الفطور، هذا كثير كثير مضر. يعني عصائر شو؟ عم ياخذ عصائر برتقال طبيعية مثلا الصيف شو؟ عصائر طبيعية حتى لو كان طبيعية؟ طبعا حتى لو كان طبيعي اذا حد هدفه ينزل وزن، يعني الواحد بيقدر ياخذ برتقاله واحده بس وقت يشرب بيشرب 4 برتقالات بشكل كثير طبيعي، واثناء العصر بنخسر شوي من الالياف. فانا حدا هذا عنده عجز سعرات حراريه رح يجوع، لا ياكلها ويحس بالشبع افضل ما يشربه. طيب وجبه الغداء خلينا نحكي شوي على وجبه الغداء، مثلا الباميه المحاشي. هلا الباميه مثلا بدل ما نستخدم، في ناس تقليها بالزيت بالقلايه الهوائيه او بالفرن، اول فتره ممكن اول طبخه ما كثير يتقبلوا الطعم بس بعدين بيتعود الواحد على هذا الشيء. صح. المحاشي مثلا بدل ما حد عامل ريجيم، بدل ما نخلي الرز اكثر من اللحمه بنزيد كمية اللحمة وبنعتمد اللحمة ما يكون فيها دهون كتير. فلما بتزيد كمية اللحمة أكثر من الرز بحس بالشبع أكثر، وبنفس الوقت بدل ما نستخدم الرز القصير نستخدم الرز البسمتي الطويل لأنه كمية النشل فيه أقل فبساعد بحس بالشبع. طب أنت جربتي تعملي محشي بالرز البسمتي؟ إيه الماما زبط بينفوش لأنه بيزبط لما تكون اللحمة أكثر بيزبط، يعني بدك تمرق بيعدل يعني بيمشي حال. أول فترة الناس بتصعب الموضوع بس بعدين يعني يا الله رؤى، أنا دايما بقول لهم المحشي بالذات والله إذا ما كان عم يلمع ما بيتاكل، انسي شو في بقلبه الرز أكثر على يعني هذا بالذات لازم يكون كثير عم يلمع. يعني ممكن أحيانا فوق إذا حدا هيك بحب بقول أوكي خلاص ما في مشكلة، بعطيه المحشي بالطريقة اللي بده إياها بس ثاني يوم ركز على الخضار بده يعدل. صح. بحس إنه طيب السعرات اللي صار نعمل عجل سعرات ثاني يوم أكثر نعدل فيه، يعني اخذوا عطاء شوي مني شوي منكم نوصل لحل بالوسط. طيب نحن دائما عندنا اعداء بالحياه اللي هن اللي بياكلوا وما بيسمنوا. اي والله هدول شو السر تبعهم؟ جيناتهم الحرق عندهم سريع، هذا الحرق سريع. نصيحه بس لزياده معدل الحرق لانه كثير عم نشوف اليوم على السوشيال ميديا ضجه بهذا الموضوع لزياده معدلات الحرق، واليوم أغلب الناس عن جد صارت عم تسعى لموضوع علاجي وأدوية وإبر لزيادة معدلات الحرق، وللأسف بعد ما أخذوها صار عندهم رد فعل عكسي. نصيحة سريعة رؤابي بختام لقائنا لزيادة معدلات الحرق. هلا هو البروتين لأنه هو حيكون مشبع والجسم لحتى يهضم البروتين بيصرف طاقة، يعني السعرات الحرارية اللي أخذناها بده ياخذ سعرات حراريه فقط ليقدر يهضم البروتين، فركز على البروتين بالنظام الغذائي. بنفس الوقت يعني نحن انه الشيء يرفع الحرق هيك شيء معجزه، هذا الشيء اكيد لا بتركز على رفع الحرق على اساس انه مثلا بحط الياف اكثر بالنظام الغذائي بحيث اشبع والشبع رح يعمل لي عجز سعرات، بس انه اخذ شيء يحرق الى الان ما في هيك ايجابي. ختاما في 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 اكله شعبيه سوريه بتقولي انه هي لازم نعدل عليها طريقه طبخه، اكيد يعني خاصه اكيد بتكوني بلشتي من البيت عندك. هلا كل شيء هي القصه بس بكميه الزيت اللي نحن بنضيفه هو اكثر شيء بيلعب بالزيت، يعني ما في اكله معينه بتلعب بالسعرات الحراريه بشكل عام، هي طريقه الطبخ كلياتها اللي لازم تتغير، والا كل الاكلات هي منيحه ومناسبه. المقالي شو رايك بالمقالي؟ المقالي بتنظيف هاي الوحيده اللي لازم تلتقى هيدي ما في ابدا مبادره ما في اي تعديلات. شكرا لك رؤى يعقوب اغا، اختصاصي تغذيه من مرسين. نهارك سعيد. شكرا رؤى، تسلم وانت كمان.